أعزائي الطلاب صف الأول الثانوي، نرحب بكم في درس جديد من دروس الكيمياء وهو بعنوان الجدول الدوري للعناصر. معكم المدرسة نور يوسف من ثانوية أحمد اسكندر أحمد. نتكلم عن تركيب الجدول الدوري الحديث. يتكون جدول دوري من مجموعة مربعات، وضمن كل مربع يوجد اسم العنصر. في المربع المعروض الصوديوم هو اسم العنصر، رمز العنصر وهو Na، 11 هو العدد الذري، أما 2، 8، 1 هو توزيع الإلكترونات في كل مستوى طاقي، 22.99 هو متوسط الكتلة الذرية. أيضا رتبت العناصر في المربعات حسب تزايد العدد الذري ضمن فصائل وأدوار، حيث أن الفصيلة تمثل العمود والأدوار تمثل الصفوف. وضعت العناصر في أربعة فئات وهي S B D F، وهي مختلفة في عدد الأعمدة. عدد الأعمدة في كل فئة يساوي عدد الإلكترونات الأعظم في السوية الفرعية، حيث أن الفئة S وهي عبارة عن حجرة تحوي محط، أو محط يحوي حجرة واحدة يتسع لإلكترونين، إذن رقم الأعمدة هو من رقم الإلكترونات الأعظم الموجودة في المحط الفرعي S، وتتكون من فصيلتين وهما 1A و2A. 1A هي فصيلة المعادن القلوية، فصيلة المعادن القلوية، أما 2A هي فصيلة المعادن القلوية الترابية، وتحوي في طبقتها السطحية الكترونين. الفئة B تتكون من 6 فصائل الكتروناتها السطحية تشغل السوية الفرعية B، تبدأ من الفصيلة 3A وتنتهي بالفصيلة 8A، وهي فصيلة الغازات النادرة أو فصيلة الغازات النبيلة. أما الفئة D تتضمن 10 أعمدة وضعت في 8 فصائل من النمط B، تحتوي على العناصر الانتقالية، وتمتاز عناصر هذه الفئة بامتلاء جزئي أو كلي للسوية الفرعية S من السوية الطاقية الرئيسية N، وبامتلاء جزئي أو كلي للسوية الفرعية من السوية الطاقية الرئيسية. نأتي للفئة F وهي تشمل عناصر الانتقالية الداخلية، تتميز بامتلاء كلي للسوية الطاقية S الخارجية، وامتلاء أو شبه امتلاء للسويات 4F و5F، وتحوي 14 عمود هما مجموعتا اللانثانيات والأكتينيات التي تدعى بالأتربة النادرة. عدد الأدوار في الجدول الدوري 7، وتقابل سويات الطاقة الرئيسية وهي K L M N O B كيو. خاصيات العناصر في الجدول الدوري رتبت وفق 3 خاصيات وهي المعادن، اللامعادن، اشباه المعادن. موقع المعادن في الجدول الدوري تقع على يسار ووسط الجدول الدوري، اما اللامعادن تقع على يمين واعلى الجدول الدوري، أما إشباه المعادن فهي تقع على جانبي الخط المتعرج. بالنسبة للخاصيات الفيزيائية للمعادن، تتميز المعادن باللمعان والبريق والناقلية الجيدة للحرارة والكهرباء. أما الخاصيات الفيزيائية للامعادن ليس لها بريق معدني وغير قابلة للسحب والتصفيح،
وهي رديئة النقل للحرارة والكهرباء، أي من حيث الخاصيات الفيزيائية معاكسة لخاصيات الفيزيائية للمعادن. بالنسبة لأشباه المعادن، الخاصيات الفيزيائية لها صفات المعادن تارة وصفات اللامعادن تارة أخرى. بالنسبة للخاصيات الكيميائية للمعادن، تتميز بسهولة فقد الكتروناتها السطحية، أما اللامعادن تتميز باكتسابها للإلكترونات. بالنسبة لأشباه المعادن فهي لها صفات المعادن واللامعادن. أما أمثلة لكل من المعادن واللامعادن وأشباه المعادن، بالنسبة للمعادن لدينا معدن الذهب، أما اللامعادن مثال عليه هو زهر الكبريت. بالنسبة لأشباه المعادن الجرمانيوم وهو من أشباه المعادن. نأتي إلى تحديد موقع العناصر في الجدول الدوري. لتحديد موقع العنصر في الجدول الدوري يجب معرفة التوزيع الإلكتروني للعنصر ورقم الطبقة. لنأخذ الأمثلة الآتية. لدينا العناصر الآتية: الكلور، النيون، المغنيسيوم. حدد موقعه في الجدول الدوري اعتمادا على التوزيع الإلكتروني. الكلور يحوي 17 إلكترون أو 17 عدد ذري. تتوزع الإلكترونات ضمن المحطات 1s 2 2s 2 2b 6 3s 2 3b 5. إذن الخطوة الأولى قمنا بتوزيع الإلكترونات لعنصر الكلور. الخطوة الثانية يجب تحديد دور العنصر، أي تحديد رقم الطبقة الرئيسية السطحية وهو الرقم 3، إذن يقع في الدور الثالث. أما رقم الفصيلة يقابل عدد الإلكترونات أو مجموع عدد الإلكترونات الموجود في الطبقة السطحية وهو 2 زائد 5 7. إذن نلاحظ أن الكلور يقع في الدور الثالث وهو رقم الطبقة السطحية الأخيرة والفصيلة السابعة. إذن من الفصيلة يقع بالفصيلة 7 وهي فصيلة الهالوجينات. إذا عدنا للجدول الدوري، إذن نتذكر أن الكلور يقع في الدور الثالث والفصيلة السابعة. الدور الثالث اعتبرنا أن الأدوار هي صفوف، صف 2 3. أما الفصيلة السابعة وهي فصيلة الهالوجينات، إذن الكلور يقع بالفصيلة السابعة 7A والدور الثالث. نأتي إلى مثال آخر وهو النيون. النيون يحوي 10 إلكترونات. يتم توزيع الإلكترونات كالآتي: 1s 2 2s 2 2b 6. إذا قمنا بتوزيع الإلكترونات، نأتي إلى معرفة رقم الدور وهو رقم الطبقة الأخيرة وهي رقمها الإلكترونات في الطبقة الأخيرة هو 2 زائد 6 يساوي 8. إذن رقم الدور هو 2 والفصيلة هي 8A، أي فصيلة الغازات النبيلة أو الغازات النادرة. نعود إلى الجدول الدوري. إذن النيون يقع بالدور الثاني 1 2 والفصيلة 8A. نأخذ المثال الذي يلي وهو المغنيسيوم. يحوي 12 إلكترون. تتوزع ضمن الشكل الآتي:
واحد اس اثنين، اثنين اس اثنين، اثنين بي ستة، ثلاثة اس اثنين. اذا رقم الدور هنا ثلاثة، رقم الفصيلة اثنين. اذا المغنيسيوم يقع في الدور الثالث والفصيلة اثنين A، وهي فصيلة المعادن القلوية الترابية. اذا عدنا للجدول الدوري، اذا المغنيسيوم يقع في الدور الثالث والفصيلة الثانية كما شاهدنا في الجدول الدوري. نأتي الآن إلى التعرف على بعض الفصائل الرئيسية في الجدول الدوري وأهمها، وهي أولها فصيلة المعادن القلوية، تضم العناصر وهي الهيدروجين، الليثيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الروبيديوم، السيزيوم، الفرانسيوم، وهي عناصر تنتهي جميعها بالكترون تكافؤ واحد في السوية الفرعية S. طاقة تأيينها الأولى ضعيفة لسهولة تحررها للكترون تكافؤي وتعطي أيون موجب M زائد. تمتاز المعادن القلوية ببريق أبيض فضي عدا السيزيوم، فهو ذو لون أصفر ذهبي ويزول البريق عند التعرض للهواء. فصيلة المعادن القلوية الترابية 2A تضم البريليوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، السترانسيوم، الراديوم، وهي عناصر تنتهي جميعها بالكتروني تكافؤ في السوية الفرعية S. طاقة تأيينها أعلى من طاقة تأيين المعادن القلوية. تمتاز المعادن القلوية الترابية تعد المعادن القلوية الترابية أكثر قساوة من المعادن القلوية، جيدة النقل للحرارة والكهرباء لأنها من المعادن. نأتي إلى الفصيلة 7A، وهي فصيلة الهالوجينات، وتضم الفلور والكلور والبروم واليود والأستاتين، وتزداد درجة الانصهار والغليان لهذه العناصر بازدياد العدد الذري. عند درجة الحرارة العادية فإن الكلور والفلور يعتبران غازات من الغازات، أما البروم فهو سائل واليود صلب. الهالوجينات توجد حرة على شكل جزيئات ثنائية الذرة مثل F2، Cl2، I2، Br2 إلى آخره. وأخيرا الفصيلة 8A، وهي فصيلة الغازات النبيلة، تشمل مجموعة الغازات النادرة وتضم الهيليوم والأرجون والنيون والكريبتون والإكزينون. تتميز بطبقة إلكترونية خارجية مشبعة، أي طبقتها السطحية تحوي 8 إلكترونات. توجد في الحالة الذرية على شكل أحادية الذرة. يصعب تحويل الغازات النبيلة إلى الحالة السائلة أو الصلبة بسبب ضعف قوة التجاذب بين ذرات الغاز. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نرجو منكم حسن المتابعة ونراكم في درس آخر. شكراً.